دكتور نبيل عادل، فيما يخص مشروع غاز أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، متى سيكون جاهزا هذا المشروع؟ نعرف أن الدراسات وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا، ولكن ما الذي سيغير هذا المشروع من واقع الدول التي ستستفيد منه؟ هناك سؤالان، أين وصل المشروع وماذا سيغير؟ بالنسبة للسؤال الأول، كما تفضلت سيدتي الكريمة، دراسة الجدوى تم الانتهاء منها، والآن دخلنا في مرحلة الدراسات المبدئية المعمقة، وهي الدراسات الهندسية، والتي من خلالها يتم التطرق إلى كل ما هو فني وكل ما هو اقتصادي اجتماعي بيئي. وهذه الآن المشروع في هذه المرحلة، هذه المرحلة سنقسم إلى مرحلتين، دراسات مبدئية ودراسات معمقة. الآن نحن في مرحلة الدراسات المعمقة، في الشطر الثاني من هذا المشروع، من هذه الدراسات، يعني أن الدراسات جد متقدمة. هذا النوع من المشاريع يمكن أن نعطيه مدى زمنيا ما توفرت التمويلات، لأن هذا مشروع عملاق، نحن نتحدث عن تقريبا 20 أو 25 مليار دولار، يعني تقريبا نتحدث عن خمس الدخل الخام للمغرب، يعني هذه مشاريع عملاقة، ويجب أن تكون هناك مؤسسات دولية تقوم بتمويلها، وهذا ما أشار إليه صاحب الجلالة في خطابه، حيث قال أن هناك مجموعة من المؤسسات الدولية أبدت اهتمامها بتمويل هذا المشروع، كما أن وزير الطاقة النيجيري قال أن من بين الدول التي أبدت استعدادها لتمويل هذا المشروع هي روسيا. إذن الآن الهاجس الأكبر أمام هذا المشروع هو تأمين التمويل. أما إذا تم تأمين التمويل وإنجاز هذا المشروع، فإن هذا المشروع من المشاريع الفرعونية التي ستغير وجه القارة بطريقة ثورية، بحيث أنه سوف يغير حياة 440 مليون شخص ساكن. نعم. هناك 13 دولة سوف تستفيد من هذا المشروع، سوف يمكن من تأمين السيارة الطاقية لإفريقيا، سيسمح لأوروبا بتنويع واردتها من الطاقة، والمهم بالنسبة لهذه المنطقة هو أنه سوف يكون جاذبا للاستثمارات، بحيث أن الاستثمار في هذا المشروع تكون له استثمارات جانبية قبل وبعد المشروع. هناك أيضا تحديث كبير للبنى التحتية، بحيث أن هذا المشروع يواكبه تحديث للبنى التحتية في كل البلدان التي سيمر منها. هناك أيضا جانب خلق فرص عمل، لا في المشروع بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، كما أن هذا المشروع سوف يكون له آثار اجتماعية كبيرة على الدول التي سيمر منها. وأخيرا هناك إذا استغل هذا المشروع بطريقة مثلى، سوف يتمكن الأفارقة من جذب الصناعة والاستثمارات الخارجية والخبرة الفنية للقيام بهذه المشاريع. المغرب يمكن أن يستفيد من هذا المشروع بإنجاز بعض المراحل منه، بحكم أن المغرب راكم تجربة، كما تفضل الأساتذة، راكم تجربة في البنى التحتية المعقدة، يمكن أن يستفيد ليس كبلد المرور أو كبلد من البلدان التي ستستفيد، بل يمكن أن ينضم طيب إلى التجمعات التي ستقوم بإنشاء هذا المشروع، وجعل الشركات المغربية تساهم في مراحل من إنشاء هذا المشروع.